سبيكة ده اهي. شكرا جدا، جزاكم الله خير. الفرحة اللي ماستر جولد ايجيبت يعني بتحاول تفرح بيها الناس، يا رب يسعدهم بقدر السعادة اللي بيدخلوها على قلوب الناس المصريين. سعيدة جدا جدا ان ماستر جولد ايجيبت اختصوني واختصوا البرنامج بتاعي ان من خلاله نقدر نفرح ولو عدد صغير، ويا رب مصر كلها تفرح. شكرا لحضراتكم، وان شاء الله هنقابل تاني ناس تانيين ونفرحهم تاني بكل هدايا ماستر جولد ايجيبت. مش بس الناس اللي هنقابلهم في الشارع، لا كمان هنفرح الناس اللي في البيوت. هنقول سؤال وباذن الله لما يجاوبوا عليه ان شاء الله يكسبوا هدايا ذهب من ماستر جولد ايجيبت. كم واحد بقى هيكسب؟ حسب شطارتكم، يا رب كل الناس تكسب. ولقينا واحد كده من اخواتنا الافاضل، هننزل. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ الحمد لله الحمد لله. تعالى كده، تعالى الناحيه دي كده. سعيد سلمان. اسمك محمد؟ محمد سعيد ايه؟ سلمان. محمد سعيد سلمان. طب يا محمد، في شركه اسمها ماستر جولد ايجيبت، الشركه دي عايزه تدي لك هديه. ماشي. فبس الهديه بقى في شرط صغير قوي. يا ريت، اتفضل. هسالك سؤال. اتفضل. ولو جاوبت عليه صح هتاخد الهديه. طب لو ما جاوبتش صح بقى نعمل ايه؟ خلاص ما اخش الهديه ولا في جزاء؟ لا بس ان شاء الله. لا ان شاء الله ناخد. انت متجوز يا محمد؟ معايا 11 حفيد وخمس سجان وبنت. اللهم صل على النبي. انا عايز اسالك سؤال بقى. بسم الله تعالى. هسألك سؤال، بس سؤال صعب بقى. أقول الحديد. يعني لو عرفته هقول بعد ما أعرف. طيب عايزاك تقول لي أي آية من القرآن الكريم تكون حافظها. أي آية؟ أقول لك. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. دي اواخر سوره البقره. ولك المصير. لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا وتحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. صدق الله. طب انت اهو، ده انت تاخد مش جايزه بس، ده انت تاخد جوائز الدنيا كلها. الحمد لله ربنا حاطين في البيت الاولاد يعني. ان شاء الله يا حبيبي. طيب اهي الجائزه، اهي شركه ماستر جولد ايجيبت بتقول لك الف مبروك. ودي سبيكه ذهب. افتح كده. فاتوره اهي عشان برضه ايه لو حبيت تبيع سبيكه ولا حاجه. اتفضل اهي. والسبيكه اهي مقدمة من ماستر جولد ايجيبت. مبسوط؟ مبسوط؟ الله يخليك. جزاكم الله خير. طب وانت صاحي كده الصبحية كده وطالع على بابا الله كده؟ الحمد لله بسال الفجر على المحطة واركب العربية واجي الجاي. طب انت مبسوط دلوقتي ولا ايه؟ الحمد لله رب العالمين. اهي ماستر جولد ايجيبت فرحتنا برضه شوية. حضرتك 67 سنة دلوقتي. 67؟ ده انا افتكرتك 37. ده يعني شكلك لسه شاب صغير، لسه ما دخلش دنيا. 67. 67 انت متاكد؟ مش 37 وانت بتهزر؟ 56. يلا يا حاج محمد، ربنا يكرمك يا رب. السلام عليكم. اي عمر؟ لا شكرا. ماستر جولد ايجيبت، لحظات تتائل بالذهب.